بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر من أوامر الواي كيو أرش. هشرح أمر الترانسفورم. أمر الترانسفورم أنا عندي شكل زي ما احنا شايفين، الشكل ده أحد الأشكال مثلا الزخرفية، أو عندي أشكال أي شكل مرسوم وعايزة الشكل ده عندي أهو مستقيم، عايزة أحطه على المنحنى ده بحيث إن هو يديني شكل المنحنى اللي موجود عندي. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على الواي كيو ارش، وبعدين عندي هنا اكسترا تولز، وبعدين عندي ترانسفورم اللي هي اختصار بتاعها تي اف. تمام، قبل ما ابتدي شرح الدرس، الدروس السابقه للواي كيو ارش هحط لكم الرابط في اعلى يسار الشاشه من فوق، وهحط لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنيجي نكتب تي اف من الكيبورد اللي هي اختصار ترانسفورم، وادوس انتر. تمام، وهاجي اختار اول حاجه بالنسبه للمنحنيات او الكيرف، اوبجكتس تو كيرف اللي هي الامر ده، بدوس عليه بالشكل ده كده. تمام، واجي اقول له اوكي، واختار الشكل اللي انا عايزه اعمله على شكل منحنى، هختاره بالشكل ده كده، هعمل له سيلكت اوبجكتس. يقول لي سيلكت كيرف، انا هختار الكيرف اهو، وبعدين هدوس انتر. يقول لي نمبر تو كوبي، هو واحد اللي انا عايزاه، وبعدين ادوس انتر. على طول زي ما شايفين عمل لي الشكل المستقيم الزخرفي اللي احنا شايفينه ده على شكل كيرف بالشكل ده كده. عندي تاني حاجه هنتكلم عنها، انا برضو هنا هكتب تي اف عشان افتح الامر، واقول له انتر، واختار تاني حاجه اللي هي تو كيرفز ترانسفورم. لو انا عندي كيرفين وعايز اعمل ما بينهم ترانسفورم هعملها ازاي؟ اختارها بالشكل ده كده، وبعدين اقول له اوكي. هنا بيقول لي سيلكت اوبجكتس، انا هختار الشكل ده اللي انا عايزه اعمله ما بين الكيرفين دول، وادوس بيمين الماوس انتر. بيقول لي سيلكت ذا فيرست كيرف، انا هختار الاولاني اهو، وبعدين سكند كيرف اللي هو التاني، وبعدين هدوس بيمين الماوس انتر. على طول زي ما احنا شايفين عمل لي الشكل الزخرفي ما بين منحنيين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى ده تاني حاجة عندنا بالنسبة دي الترانسفورم. تالت حاجة هتكلم عنها، انا هاجي هنا اكتب تي اف، افتح الامر تاني، واختار هنا بقى 3D curves transform. هنا هيكون الكيرف، او ان انا اغير الشكل بتاعي على شكل كيرف في 3D. تمام، طيب انا اخترتها اهو، وبعدين هقول له اوكي. انا رسمت كيرفين، كيرفين دول في 3D، انا محوله الشاشه قدامكم اهو ل 3D، وهاجي اخد الشكل بتاعي ده واحطه ما بين الكيرفين. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الاول سيلكت اوبجكت، هختار الشكل اللي انا عايزه احطه ما بين الكيرفين، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين بيقول لي سيلكت ذا فيرست كيرف، الكيرف الاولاني اهو، وبعدين اختار سكند كيرف، الكيرف الثاني اللي هو فوق، وبعدين هدوس انتر. على طول عملهولي ما بين الكيرفين اهو، لو جينا لفينا عملهولي بكل سهوله اهو، شكله جميل جدا. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي ان احنا نحط اي شكل زخرفي او رسومات عندنا او لوحات ما بين كيرفات. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.